برحب بالفنان والنجم عمرو عبد الجليل. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ. ايه حكايه الكاب؟ الكاب بداري بيه الحلاق. وانا طالب في فنون مسرحيه ان انا اول دور عملته وانا طالب في فنون مسرحيه كان دور صغير قوي في مسرحيه لغه عربيه ومسرحيه ليها ابطال وكده وناس بتقول مونولوجات فانا كنت لسه جديد في المعهد محدش عرفني فعايز بتقول مونولوج مش مونولوجات مش كده؟ بتهيألي في فرق بين المونولوج والمونولوجات ولا ايه؟ لا عندنا في المسرح يقولوا مونولوجات هي اللي هو ايه بيتكلم مونولوج واحد لا اصل المونولوج ده في الاغنيه حاجه ثانيه المونولوج انا مش فاهم هي الدنيا ماشيه ازاي برضو والله وعلى فكره وما احبش افهم يعني في حاجات كتير جدا في الحياه الناس كتير قوي بتهتم بيها انا ما مش في اهتمامات ولا بفهمها ولا عايز افهمها لان احيانا لما بتفهم حاجه بتتضايق او بتزعل او كده يعني فانا اتعودت كده وان انا موجود في البيت وتليفوني مع الناس فاللي عايزني بيكلمني اللي مش عايزني خلاص كده سهل قوي كده طب وبناء المجد ومش هتكلم على الفلوس لا 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 مش طموحي ومش خيالي ومش قصدي المجد والله انا بقى عندي في المكتب في مكتبه السينما المصريه في 600 فيلم لعمرو عبد الجليل لا خالص ولا مسلسل لا ولا بيفرق معايا الحاجات دي يعني هي السينما المصريه شغاله بيا ومن غيري يعني انا ما كنتش مثلت لحد النهارده ما كانش حد هيتاثر في حاجه يعني ولا هتفرق بس اتأثرنا لما اشتغلت ماشي يعني لكن لو مش موجود مش مهم بدليل ان انا بقعد سنين ما حدش بيفتكرني ولا حد بيبعت لي ولا حد بيسال ولا بتاع ازاي؟ عادي يعني ما بتقعد مع نفسك بتقول لنفسك اللي انت بتقوله لي ده؟ جدا والله ولا بتقعد تقول بلد شهادات صحيح لا 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 خالص انا مؤمن بان كل واحد بياخد نصيب بس وفي وقت معين مش بايدينا ومش بمزاجنا امال الناس اللي بتسعى اسعى يا عبد وانا اسعى معاك انا بسعى بس بسعى جوه الشخصيه اللي انا بعملها بسعى في العمل اللي انا فيه ما بسعاش حواليه ما بسعاش عشان اجيب الدور لا انا بسعى جوه الدور هو انت محبط ولا اللي بتهيألي لا خالص والله ده انا سعيد جدا انت زعلان لا 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 انت زعلان انت جيت النهارده لا 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 خالص والله انا بس يعني نايم على غفله وصحي غلط فظروفي مخفينا شويه في العيد اللي فات ده كان في معركة تكسير عظام بين النجوم وبعضهم على مين نمرة واحد ومين أعلى إيرادات ومين ده شايف المعركة دي إزاي؟ ما حضرتهاش والله ولا في الجرايد حتى ولا يعني كان ليا فيلم في العيد اللي فات بس ما اعتركتش في المعركة يعني لكن أكيد سمعت وشفت وقلت وقلت هما الناس دي بتعمل يعني قلت إيه جوه نفسك قلت إيه؟ لا يعني أنا ما بقول لحضرتك في اهتمامات عند الناس انا ما بهتمش بيها. يعني انت بتقضي وقتك ازاي؟ بتعمل في البيت عادي جدا. بتعمل ايه في البيت؟ بقعد. ايه كده؟ بص الشباك ولا باصص قدامك شاشه وبتتفرج؟ لا ما عنديش شاشه والله، يعني ما بفتحش التلفزيون. عندي تلفزيون طبعا بس مش ما بفتحش التلفزيون. مره استضافوني في برنامج الستات ما يعرفوش يكذبوا. والمذيعه بس بيعرفوا على فكره ده شاطرين جدا والمذيعه قررت انها تدخل فيها كده الدخله فقالت لي اسامه كمال انت عامل زي الميه لا لون ولا طعم ولا ريحه لا انا اتضايقت يا ما تضحكش عليك انا والله لو حد قال لي كده اتبسط جدا فعلا عشان ما يبقى سر الحياه طبعا يا ريت ابقى زي الميه يعني انت تحب تبقى زي الميه لا لون ولا طعم ولا ريحه بس ما تعرفش تعيش من غيري يبقى حتى في ادوارك؟ لا في ادواري؟ طبعا يا ريت لا لون ولا طعم ولا ريحه بس ما ينفعش تعيش من غيرها بس هي موجوده يعني ده هي سبب كل حاجه في الحياه وجعلنا من الماء كل شيء حي طايع القصه بتاعتك فيه كانت جت ازاي؟ انا طبعا عايز اشكر الاستاذ عمرو سلامه والاستاذ عمرو يوسف ان هم اختاروني في الدور ده طبعا الاستاذ رامي امام يعني القائمين على العمل محمد دياب وكده
بس تحديدا عمرو سلامه، لان انا سمعته في برنامج تلفزيوني كان بيتكلم، قالوا ازاي اخترت عمرو في الدور ده. بتتفرج على التلفزيون اهو. مش بتقول ما بتتفرجش على التلفزيون؟ لا والله ما شفتهاش حتى على التلفزيون، دي كانت على اليوتيوب. ياسر السكري بيقول لي باعتبارك مذيع سياسي يا ريت تسال الفنان عمرو عن دوره في فيلم صرخه نمله ومدى اقتناعه بالنقد السياسي الساخر في الاعمال الفنيه، وهل بتفكر تكرر التجربه؟ هو المؤلف الله يرحمه، وده كان فكره هو، طارق كان صديقك طبعا. فده كان فكره هو. هو كل افلامه على فكره مهما كانت كوميديه كانت سياسيه. يعني هو دماغه كانت كده. انا ما عنديش اهتمامات سياسيه. ما عندكش؟ لا خالص خالص باي حاجه خالص، ولا انا نفسي اشوف البلد كذا ولا بتاع ولا لا. طبعا نفسي اشوف البلد احسن بلد في الكون، نفسي طبعا. يعني لكن مصر. لكن ميول يمين ولا شمال ولا ايه؟ لا مش ده بالاختيار. انا طبيعتي كده، يعني في حاجات كتير بقول لحضرتك انا ما بهتمش بيها، يعني مش في اهتماماتي. انا اروح شغلي وارجع بيتي بس، ما عنديش بقى بره ده اي اهتمامات تانية. يعني نزلت الميدان في 25 يناير؟ لا. نزلت في 30/6؟ لا. لا هنا ولا هنا، قعدت في البيت حزب الكنبه. الكنبه يعني، وحزب الكنبه نزل وانت تمسكت بالكنبه. مش يعني ما ليش راي اقوله، او ما ليش موقف، يعني ما حاسس ان انا مش فاهم حاجه كده. ده انت فنان وعندك رساله وعندك جواك حاجات كتيره قوي بتبان هنا وهنا، بتبان حتى بالذات في الافيه. بيبقى فيها، لا فيها ان انت عندك موقف. ما تقنعنيش ما عندكش موقف. موقف كوميدي. موقف كوميدي بس. لكن انا مش متابع الدنيا فيها ايه، وما بحبش اتابع كمان، لان الحاجات مختلفه والاراء متضاربه، ولو سمعت ده هتروح الناحيه دي، ولو سمعت ده هتروح الناحيه دي، وانا مش عايز اروح هنا ولا هنا. انه مش مزقطط. لا انا كنت بزقطط، لان موقفي غير. اصل انا مش متفرج عادي، يعني لو متفرج عادي ممكن اشوفه بالشكل ده وبالصورة دي، لكن انا كنت احد عناصر الفيلم وقايل افيهات معينة في الفيلم. فحتى ما كنت بروح اتفرج على الفيلم بقعد استنى الضحك، اشوف الناس بتضحك على ايه وما بتضحكش على ايه، ايه اللي عاجبهم ايه اللي مش عاجبهم كده. يعني انت حيرتني، خارج مبسوط. انت حيرتني، انت اديتني انطباع انه مش فارق معاك، وبعدين اكتشفت ان هو فارق معاك. بتشوف الناس حابه ايه والناس مش حابه ايه، وبتتابع، وبعدين مره تقولي شفت على الفيسبوك. يعني مش قادر اكون صوره. انت بتمارس عمليه خداع كبيره. لا لا لا، اسالني سؤال مباشر واقعد ارد عليك بشكل مباشر. يفرق معاك راي الناس وبيضحكوا عليه وما بيضحكوش عليه؟ طبعا الجمهور ده اهم حاجه. يفرق معاك الفيلم اللي انت بتعمله ولا ما يفرقش معاك الفيلم اللي انت بتعمله؟ يفرق طبعا جدا. يفرق معاك حجم الدور اللي انت عامله ولا ما يفرقش معاك؟ لا ما يفرقش حجم الدور. ما يفرقش حجم الدور. يفرق هتاخد كام في الفيلم؟ لو يفرق ما كنت كانش ده بقى حالي. ماله حالك، زي الفل. ربنا يسعدك يا رب. الحمد لله. بتضحك على ايه؟ بتضحك على ايه؟ في انا خايف اختم معاك لبعد ما نخلص وانت قايم كده تروح لافت وشك وتقول احلى ابو تقول دمك. مش تعمل كده. يا جدع عيب عليك، ده انت حبيبي. لا لا خالص، هتستنى في الفيلم بس. هتستنى اما اقوم يعني. ما انت مسيرك هتقوم. اشكرك شكرا جزيلا. انا اللي اشكرك جدا جدا جدا. ابو تقل دم امك، ابو تقل دم امك.